يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فاهتزر عرش وطربا واستبشارا، وازداد الكرسي غيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه، صلى الله على محمد، صلى الله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا وجهك سرورك. يا نبي عليك، يا رسول سلام عليك،
لك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نار فوق ناري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخاف في قيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلة يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك كل من في الكون هام يا الله فيك يا باقي الجبين يا الله ولهم فيك غرام يا الله واشتياق وحنين يا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.